بنتها بقى 16/7 وخطيب بنتها 3/9. اوكي، عايز تعرف التوافق ما بينهم؟ التوافق ما بينهم ينفعه جدا، لان هي 16/7 سرطان اسد، وهو كام، 9 3/9 عذراء. عذراء. الاثنين في توافق كويس جدا جدا، بس بقول لبنتها اهدي شويه علشان هي عصبيه، عشان هي بتضيع حقها. هي بتبقى صح بس طريقتها هي الغلط، وهي بتأفور المواضيع، يعني هي بتكبر المواضيع، لان راجل العذراء بارد او هادي زياده عن اللزوم، فممكن كلمه تخليها تستفزها. فبقول لها خليكي ست ذكيه. بس هو راجل عذراء متقلب المزاج هو برضه مش عارف هو عايز ايه اساسا. بالظبط، فده بيجننها. ما هي علشان هي ابيض واسود، هي السرطان يعني حد يعني من الناس الملتزمين في الافكار او في الوعود، يعني لما بيقعد معاها يكلمها في حاجه بتصدقه، فبناء عليه هي بتوافق او بتختار او بتتكمل على الكلام، على الكلام اللي هو بيقوله. وهو متغير، هو كل ساعتين هو مش عارف هو عايز ايه. يعني ممكن يقابلها دلوقتي يتكلم معاها في موضوع، بس يمشي ويسيبها ويقعد شويه مع شويه ناس، لو حد قال كلمه ملهاش علاقه بالموضوع، بس هي ممكن تكون هو افتكرها ان جاي ليها علاقه بالموضوع، يقوم مغير الدنيا كلها من غير ما يرجع لها، هو مع نفسه. ولو جت كلمته هيقول لها ايه ده، انا ما قلتلكيش انا كلمتك، لان هو بيبقى متقلب. فاكر. اه